نحن مجموعة شباب من مخيم برج البراجنة قمنا بمبادرة لبناء مستشفى ميداني لمساندة أهلنا بالجنوب. هذا المستشفى الميداني بيساع تقريبا من 50 إلى 60 حالة بين الحالة الخفيفة والمتوسطة. بتم أولا إسعاف حالات أولية بحال اضطر المريض أو الجريح لحالة حرجة، بتم نقله لمستشفى خارج هالمستشفى الميداني للمستشفيات القريبة من المخيم. هول الغرف تقريبا بيساعوا بين 30-35 حالة، وفي عندنا غرف ورا كمان هلا بتشوفهم بيساعوا تقريبا كمان شي 30 حالة. 24 ساعة الشباب، هاي شباب طبعا بدون مقابل، كله تقدمة من شباب المخيم. ما حدا عم يفل تقريبا ان شاء الله، شغلة 3 ايام 4 ايام بتكون خالصة باذن الله. المبادرة صارت لانه اقل واجب بتقدر تقدمه تجاه اهلنا بالجنوب. هاي اقل واجب فيك تعمله.